يرجع لنا المخرج اللبناني جوزيف فارس مع ثالث إصداراته اللي تركز على اللعب التعاوني بشكل رئيسي. اللعبة طورها استديو هيز لايت اللي أسسه جوزيف فارس في 2014. It Takes Two تقدم لنا لعبة مغامرة بالمنظور الثالث مع عناصر تنقل اللاعب من منصة إلى ثانية. اللعبة بتدعم اللعب التعاوني فقط، وهذا هو أسلوبها اللي تم تصميم اللعبة عليه عن طريق انقسام الشاشة عبر لعب الشبكة ولا اللعب محلي. وإذا شريت نسخة واحدة من اللعبة فهذا يكفي إنك خوض التجربة مع غيرك، مثل لعبة الفريق السابقة Away Out عن طريق الفريندز باس. تتمحور بداية أحداث القصة بين زوجين كانوا بينفصلون، وبسبب هذا الشيء بنتهم روز تأثرت ولا إراديا حولتهم إلى دمى. ومن هنا تبدأ رحلة ماي الزوجة وكودي الزوج في فك السحر بمساعدة الكتاب السحري حكيم، ويلحقون بنتهم اللي تحاول في الإصلاح بينهم وتخليهم مع بعض، فلازم عليهم يتجاوزون العقبات والخروج حتى يرجعون لأجسامهم الحقيقية. تتميز كتابة القصة بطابع كوميدي ودمجها مع ميكانيكية اللعب، وهذا خلى التجربة فريدة من نوعها. وهنا كان هدف جوزيف فارس، وهو ربط الأحداث مع ميكانيكيات اللعبة في حل الألغاز وغيرها من التفاعل بين الزوجين. محبين اللعب التعاون بيخوضون تجربة مميزة ومتنوعة في ميكانيكيات اللعب. كل شخصية لها دور مختلف، بحيث أنه يتطلب عليك التعاون في بعض الأحيان باستخدام القدرات اللي تمتلكها الشخصية الثانية لحل الألغاز والانتقال إلى منطقة ثانية. فاللعب في كل شخصية لها تجربة مختلفة. حول انتهاء كل فصل بتمتلك أسلحة لكل اللاعبين، ولازم تستخدمونها مع بعض حتى تكملون بعض المناطق، فهذا بيخلي التغيير في نمط اللعب ممتع جدا. أحد الأسلحة اللي استخدمتها كانت طلقات لسائل مشتعل، والشخصية الثانية معها سلاح يفجرها، فبعض الألغاز كانت تستدعي استخدام السائل فقط، مثل دفع حركة بعض الأجسام للأسفل حتى تسهل حركة اللاعب الثاني. أما بعض الأحيان تحتاج تفجير حاجز تواجهونه في طريقكم، ولازم تتلقون عليه مع بعض حتى تكملون الطريق. وهذه هي الأفكار اللي بتشوفها بشكل آخر مع بقية الأسلحة أو الأدوات الموجودة خلال مغامرتك. بعيدا عن الألغاز وانتقال المنصات، راح تواجه أعداء وزعماء اللي بتقاتلهم في طريقك، وبتضيف نوع من الصعوبة بحيث كل شخصية بيظهر لها عداد طاقة، وإذا نفذ من أحد الشخصيات العداد اللعبة بتعطيك فرصة ثانية. أما إذا كلكم خسرتوا في نفس الوقت فبترجع إلى آخر نقطة حفظ. وشفنا عودة لبعض التحديات اللي تخوضها في الرحلة بين اللاعبين، أو المعروفة باسم ميني جيم، والتحديات هنا تشبه لحد كبير التحديات اللي شفناها في Away Out، وهذا يضيف تنوع آخر للتجربة التعاونية. التحديات كان عددها حوالي 25، وبتحصلها في بعض المرات بطريقك أو بتقعد تبحث عنها حتى تجربها. أحد التحديات كانت سباق تزلج بين اللاعبين، وهدفها هو تجميع أكبر عدد من الألواح في طريقنا إلى إنهاء السباق. التحديات هذه تضيف جزء ممتع جدا من وقت إلى آخر بين اللاعبين، وهي بمثابة الكوليكتبلز. على الصعيد التقني اللعبة فيها تنويع كبير في البيئات وعوالمها، من داخل البيوت إلى الأشجار والطبيعة والثلوج وغيرها، اللي يميزها أنها تدعم الجيل الجديد بشكل محسن وتصل إلى 60 إطار بالثانية على جهاز السيريز أكس. لو انقسام الشاشة مو جزء من فكرة اللعبة فبتصير التفاصيل أكثر روعة. بعض الأحيان الشاشة بتندمج وتقدر تتحكم بالشخصيتين بحرية، وبتلاحظون لوحات فنية متحركة جميلة. عمر اللعبة كان حوالي 14 ساعة، ونظرا إلى محتواها وسعرها $40 فهو ملائم جدا لها كلعبة بلاتفورم تعاونية وتقريبا خالية من التكرار. It Takes Two نجحت في إبراز هذا النوع من الألعاب التعاونية اللي ما نشوفها، ونتمنى أنها تكون مستمرة في ألعابهم القادمة.